احب ارحب بكابتن محمد نصر الله بطل افريقيا في الجودو ومدير فني اللعبه. صباح الورد عليك. صباح الخير، اهلا وسهلا. في البدايه بقى عاوزين نعرف ايه هي لعبه الجودو، ايه رياضه الجودو، وايه الفلسفه اللي وراها؟ هي رياضه الجودو لعبه يابانيه يابانيه الاصل، هي من الالعاب القتاليه، لكن هي بنقدر نعرف هي ايه من اسمها. كلمه جودو معناها الطريق المرن او الاسلوب المرن او الطريقه المرنه، بتعتمد دايما على فاعليه قصوى بمجهود اقل. يعني العلم الحركي بتاعها او الفلسفه الحركيه بتاعتها ان انا بخل اتزان الخصم واقدر اعمل عليه التكنيك او التكنيكات اللي انا عايزها. هي بتكون كويسه جدا في الدفاع عن النفس، او في حاله ان حد نحيف بيصارع حد ثقيل الوزن. يعني مش بتعتمد، عكس الخلفيه اللي ممكن تكون منتشره ان هي بتعتمد على الاوزان الثقيله او كده، بالعكس هي في كل فلسفتها الحركيه بتعتمد على اخلال توازن الخصم.